ومن جهتها تكثف محافظة القاهرة الحملات على الأسواق والمحال التجارية والجزارة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة استعدادا لعيد الأضحى المبارك. ومن جانبه طلب نائب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة رفع القمامة ومخلفات المباني ومراجعة جميع الأعمدة للإنارة والتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرية، مؤكدا أن غرف عمليات المتابعة تعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي بلاغات. هذه النشرة متواصلة معكم من النهار وفيها بعد قليل. تضارب الأنباء حول إطلاق سراح السائقين المصريين والشاحنات المحتجزة في ليبيا.